هل يوجد نص صحيح لاستشفاء بماء زمزم؟ أيوة نعم، ماء زمزم لما شرب له، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهناك أثار بأن السلف كانوا ينقلون ماء زمزم، وكان من جملة الأسباب من أجل الاستشفاء. وحوادث الأحوال، الناس اللي بمرضى ثبت أنهم كانوا يذهبون إلى هناك فيشربون من ماء زمزم، فيجعل ربنا عز وجل هذا سببا لبركتهم إن شاء الله.